الناس معا بروح رياضية. مشاهدي بريزون تي في، مرحبا بكم على فتح حصه جديده برنامجكم تكتيك. كيجيكم في هذا الوقت استثناء من بعد كلاسيكو العالم والامسيه الكرويه اللي عشناها بلقاءات بطوله احترافيه، وكانت مع كلاسيكو مغربي بين الجيش الملكي والرجاء. عرف تفوق فريق الجيش الملكي لتاكد الصحوه ديال فريق الجيش الملكي وتزيد يعطي علامات غير مبشره بالخير على نتائج اخير لفريق الرجاء الرياضي. تعطي كذلك التعادل كان ديال الفريق اولمبيك خريبكا وحسنيه اكادير، وتفوق واضح ديال النهضه البركانيه بقياده لاباكوتجو ومنير الجعواني، واللي عطاتهم تفوق على فريق شباب الريف الحسيمي بجوج زيرو فيما كلاسيكو العالم. بالرغم من ريال مدريد والفرص التي خلقها ريال مدريد، واقعيه البارسا على عهد او على عكس اف سي برشلون، لان كان عهدنا هو اف سي برشلون هو الفريق اللي تلعب، فالاكثر اليوم اف سي برشلون هو الفريق اللي خلق اربعه المحاولات سجلت منهم ثلاثه، بينما ريال مدريد خلق بزاف المحاولات ولم يسجل اهداف. لغياب قماص قوي، لغياب لاعب القرار في مثل المقابلات ولو انه تفسير بسيط شخصي، وكذلك لغياب خبرة كبيرة لدى اللاعب أو المدرب السولاري سانتياغو في هذا النوع من المباريات. فالفيردي مرة أخرى الغير مرغوب أو غير محبوب عند الجماهير البارساوية حتى في إسبانيا، هو غير محبوب عند بعض الجماهير أو المحبين ديال ريال مدريد أو ديال إف سي برشلونة، يؤكد ويمر الى الادوار المقبله. الرقم اللي غتواصلوا معنا في 0962 52 82. الجيش الملكي يكرس ازمه الرجاء وينتصر ولو بنقص عددي. هل كارتيلون فعلا مدرب بحجم الرجاء؟ وهل بامكان لاعبي الرجاء تجاوز هذه المرحله بالحاله البدنيه والنفسيه الحاليه؟ انتصار اخر لالوس الاسباني مع الجيش الملكي يعيد هيبه الفريق العسكري ويقرب اكثر من المراكز المتقدمه. تحكيم جهاد جريشة أو جريشة كما يروق للمصريين، هل كان في مستوى الحدث بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر؟ تنعزيو الإخوة ديالنا المصريين في الوفاة ديال مجموعة منهم في الحادث المؤلم اليوم في محطة السكك المصرية للأسف، وكانت صور وفيديو وندعو، وكان ندعيو بزاف المغاربة الله يخليكم بقاوش بارطاجيو ديك الفيديو وهذيك الصور لأنها مؤلمة جدا. كلاسيكو العالم تحليو نقاش وتفاصيل، شاركوا النقاش خلال الرقم 0962 52 82. اعيد 0962 52 82. غيكون معنا بعد قليل خبير التحكيم السي محمد موجه الحديث على جهاد غريشا على عكس حكم سنغالي، ما هي كانت رد الفعل ديالو وتقييمه لاداء جهاد غريشا. كونوا معنا كثار وما تبخلوش عندنا لي باطاج. الرقم 0662 52 82. واركز على السؤال وغنعاود نركز، ولو انني ما متفقش مع بزاف الشريحه ديال الجماهير الرجاويه التي تضغط كثيرا ولولا هو لها رايها يحترم، هل كارتيرو هو مدرب بحجم الرجاء؟ برافو لالوس اللي رد اداره فريق الجيش الملكي وكيكرر الانتصار ديالو، خصنا نحيو فريق الجيش الملكي ب 10 لاعبين ولو بطريقه مختلفه على باقي المباريات، وغنعطيكم كيفاش. تصفيقات حاره لمنير الجعواني والفريق والطاقم التقني ديالو واللاعبين على الاداء ديالهم البدني والذهني والتركيز، واللي بالرغم من المباريات القويه تيرجعوا، وتعادل مفيد نوعا ما لفريق اولمبيك خريبكا اللي على الاقل تيحقق نتائج وما تنهزمش وتتعافى مع مدربو رشيد طوسي وفالفيردي في العاري باقل مجهود امام ريال مدريد الكبير. رقم 0662 52 82. واراكم نقراو بعد قليل. ناخذ اول مكالمات قبل ما نسخو. قبل كنشكر اداره ديال المجموعه ديال اوريزون بريس وكذلك هيئه التحرير اللي وافقت انني نكون معكم في هذه الوقيته هذه ومتواصلوا معكم بقاو متاخر منو. كنشكر كذلك السي خالد فرحان اللي معنا ورا الكاميرا واللي معنا كذلك واللي بقى باش نكونوا معنا ونكونوا معكم ونتواصلوا معكم. ناخذوا اول مكالمات في هذه الحصه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا، الاسم والمدينه. محمد اني صلاه بخير لاباس. شكرا، تفضل الاسم والمدينه. خويا حكيم من مدينه قصر. اهلا سي حكيم. مواضيع كثيره اليوم، كانوا ماتشات كثيره منهم البارسا الكلاسيكو ديال المغرب والكلاسيكو ديال اسبانيا. نعم. ولكن غنهضروا شويه مطول على الرجاء وشويه مقتدر على البارسا. تفضل تفضل، تدخل مباشره في الموضوع، تفضل. واخا
نهضروا على الرجاء. الرجاء من بعد الماتش ديال فيتا كلوب تقريبا شي دو ماتش ولا ثلاث ماتش من وراها كنت في شي نقاش مع الدراري ديال الجمعيه والدراري ديال الالترا قلت لهم راه قريبه السكته القلبيه ديال الرجاء لانه الفونتوش ولا التشكيله بلا الفونتوش اصلا التشكيله باش كيتلعب الرجاء سواء بكاريدو ولا كارتيرون ولا بالسري ولو كنت بقى السفري غادي يبقاو نفس النتائج. لا لا القضيه ديال هذا غير كلام بعض الناس عاطفي عاطفي شي يكون ميسي دابا على الرجاء بالحاله البدنيه ديال لاعبي الرجاء الرياضي لن يعطي شيء. عادي الخطا اللي وقعت فيه الرجاء هو كان ديك كثره المشاركات شاركات الخطا اكبر في فريق الرجاء الرياضي. واحد المره كنت انا في المنبر الاخر كنت كنشتغل فيه فمن بعد كاس العالم بديت تخوفي من حيت اولا من تبعات اللي غتكون المشاركه فبزاف ناس داروا فيها وكاين اللي دا انا داك صيفطوا لي بعد الكتائب فيسبوكيه وداكشي انا داك قلت لهم ودي لا راه انا تعرف شويه العقليه المغربيه وقت الانسان كيوصل لواحد القمه ويمكن موراها راه غادي الاشياء وكتعطى ما تنقولش انا اللي عندي الحق ولكن اظن بان اننا ملي كندخل دابا للريزو سوسيو مع احترامي الاصدقاء الرجاويين ما يمكنش لك حق تفسير ولكن واش تعدك الحقيقه لا خصو يدار وخص هذا يرجع وخص هذا ما عرفش شنو يدير ورئيس العصبه اش كيدير هذا رئيس العصبه واش كيدير للاسف هناك ضغط رهيب داك يعيشوا فريق الرجاء الرياضي ماشي تقاليد ضغط رهيب ولكن انا قلت لك فاش كان النقاش كنا نقولوا انه السكته القلبيه قريبه نعم لانه داك التعديل ديال التوقيت ديال المباريات ديال الكاف نعم لا الا كان بزاف الناس كيعجبهم هذاك المدرب الاسباني فتحضيره البدني اظن بانه ماشي في المستوى يسال عليه شي اي حاجه علميه عند المدرب يسال عليها شي تقنيه لا يسال عليها علاش لانه يقدر يدخل لعاب ما يصدقش واحد اخر يصدق ولكن علميه يسال عليه لانه هو كيتخلص لانه نورمالمون عنده العلم اكثر من الناس ماشي قضيه كوكسي محمد عمي اسمح لي كلامك هو الكبير مرحبا ولكن غادي نعطيك واحد المثال نمشيو نيت الريال مدريد ريال مدريد مورينيو راك شفتي الدراري اش داروا ليه نهار بغاو يسافروا حيت ما كيعطيهم والو في الكره سي بون ولكن مورينيو هو تو سوف كره القدم مورينيو هو انسان تيشحنك بسيشيكمون تيبقى يهضر معاك يدير لك هذا يرجع اللور اكسيتيرا ولكن في كره القدم اللعابه الكبار صعيب تمارس معاهم هذا الحوار اللعابه الكبار تيبغوك تقنعهم بطريقه اخرى سي بون غاريدو ما طاحش في هذيك المشكله غاريدو كان شويه شاد الضد مع اللعابه وهذه حنا عارفين نكونوا واقعيين شويه بلا ما نبقاو نكذبوا على قضيتنا كاين واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الناس في الرجاء راه كيتصابوا الرجاء ديالهم انا رجاوي ونهضر معاك عطيني مؤخرا الاراء ديالك باش ناخذوا مكالمات اخرى الناس كتتصل تفضل اخ ديالي حكيم الاراء ديالي اخوا شويه ديال الصبر شويه ديال الصبر الناس تكون تعقلها شي شويه الاخطاء اللي وقعوا فيها اللاعبين الصغار راه كيوقعوا فيها عادي كيوقعوا فيها لعابه كبار مازال خصهم شويه ديال الدعم مازال خصهم شويه ديال السوتيان كما تنقولوا وخص بعض الحوايج تصلح في الفرقه اللي منهم انتدابات الى هضرنا عن انتدابات جايه وبعض الخاصات في بعض المراكز لانه عيب وعار باش يكون ميليو التيران ديال الرجاء اللي كنهضروا حنا الرجاء للاسف بان نكون معك صريح وهنا غنخرج شويه من للاسف ان فريق الرجاء الرياضي يعيش هذه الحاله من لو ستاتيو ديالو كاين بعض الناس باغا صحه بعض الناس طرد من الرجاء واحد البقره حلوب ياك ولو ما كاينش داك البروفيل وما غيكونش لان راه كاينين بعض الناس باغا تستغل ديك ليماج وهي ماشي ديك ليماج ما كاينش واحد بعد الفلوس غيجي يحط في الرجاء وكاين بعض الادرع باغا تساعدهم في هذا الشيء لغرض في نفسي عقوب لا علاقة له بهذه المسألة أنا أدافع كاين أخطاء كاين كاستينغ ماشي هو هذاك كاين فو كاستينغ ولكن أنا نعطيك الجرد ونريحو بأرقام ونريحو بمعطيات ويمكن كل واحد فينا يكون عنده الحق أو ما عندوش في هذه المسألة دي. ولكن أن مشجعي الرجاء في الوقت اللي فريقهم محتاجهم يتحولوا إلى لوبي ضاغط ولو بعدم الرغبة ديالهم أو بحسن نية فخصهم يردوا البال لهذه المسألة. ولكن مع ذلك أنا لا أبخس حق فريق الجمالكي أورنت مركام لأنهم استحقوا وكان تسير تكتيكي ممتاز للمدربين مع لا منير الجعواني ولا المدرب الإسباني لفريق الجمالكي. شكرا لك سي حكيم. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا الاسم والمدينة.
معك يوسف اخويا من مدينة الدار البيضاء. أنا سي يوسف تفضل. أولا تحية لك خويا أمين، مرحبا، شكرا. وتحية للمستمعين الكرام، في عزينا الحارة لشعب مصر والأهل مصر. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكان كنعاود الناس إخواني اللي عندهم هاد الفيديوهات في فيسبوك واش يبارطاجيهم، الله يخليكم. لا لا لا، ما فيهم حتى حاجة زوينة، لا فيهم حتى حاجة زوينة. وكنسال الله الى لقيتو دعوا معاهم، دعوا معاهم الى لقيتو كذا، ولا لقيتو طلبوا الله سبحانه وتعالى انه يشافينا ويعافينا كاملين، ونسال الله. الله تفضل. وحتى ان اكرام الميت هو الستر ديالو. اكزاكتو. ماشي انا هاد الفيديوهات مع احترامي لهم، ما يمكنش هادشي اللي كيدار. ما الفيديوهات شوفوا تحرقش من المتعه في هادشي. تفضل خويا، تفضل. المهم خويا امين، بغيت نتخلى في واحد جوج النقط. النقطه ديال مباراه الرجاء والجيش والكلاسيكو ديال الريال والبارسا. تفضل. كم انا الماتش ديال الرجاء والجيش عندك دقيقه لكل موضوع، تفضل. واخا دقيقه. مباراه الرجاء والجيش ما هو الا تحصيل حاصل الحل البدني اللي ولات فيها الرجاء. كنظن ان الفرقه ديال الرجاء سالت في شهر 12 زعما فيزيكمون. هادشي اللي كيديروا غا كيجروا بعض الخبره ديال الحاصل. وانا متفق معك مليار في المليار، وبزاف الناس متفقش معايا. المذنب الوحيد في هذه النقطه هو المعيد البدني اللي مع اللي كان مع غاريدو، واللي هو دابا مساعد ديالو في العين الاماراتي. تفضل. نعم. كان ان البطوله يعني في اتجاه كبير انها تحسم الفارق الوداد الرياضي، خصوصا الى فاز في ثلاثه المقابلات الجايين، فكان ان الامور غتكون شبه حسمت، وهذا شيء جيد بالنسبه للوداد لانه غيدخل الادوار الاقصائيه في واحد المنعرج خطير للبطوله. نعم. اما بالنسبه للكلاسيكو، كنظن ان اليوم الريال دار واحد من احسن الكلاسيكوات اللي عقلت على مقيله في الخمس سنين. ما كانش عندهم لاعب حاسم فوالا، ما عندهمش رونالدو. وكان اليوم رونالدو اي لاعب حاسم، لان غاريث بيل ما ماشي في لافورم ديالو. بنزيما دار مجهود كبير مع بوسكيتس. إلا حتى اليوم اللعابة الريال معاهم كانوا مكونسونتري، وهذا كان ذكاء شوية من سولاري في الأول، معاهم كانوا مكونسونتري بزاف. ميسي. لا، مع بوسكيتس. بوسكيتس لأنه هو في الضغط، لأنه هو اللي كيخرج الكرة من الدفاع للهجوم. هو اللي تيخلي البارسا تعوم عليك، وتيخلي ميسي يلقى المساحات، لأنه كيشدها تيحرر في البلاصة لي لاطيرو، تيطلعوا تيمشيو عندك بربعة خمسة ستة اللعابة مع لا كاليتي تكنيك ديالهم، خاصة ميسي، فكيقول لي عندهم واحد 80% ماركيو عليك. وحتى وجود ميسي فهو حرر شيئا ما ديمبلي. شفنا اليوم انه دار دو باس ديسيزيف، وكان ان العامل الاهم اللي خلى البارسا تربح هو الفرق ما بين سواريز وبنزيما. فاش سواريز جاتو كره قتل الماتش، بنزيما جاتو كره يعني ضيعها ببشاعه، وزيد على هذا ديك كونفيكسيون دو غان داخلين وعارفين راسهم غيربحوا، واخا كانوا في موقف ضعف. ما كتعرفش واحد الشخصيه تكونت عند البارسا في البرنابيو، كيكون داك ميسي هو داك اللي كيشخص ديك الشخصيه تماك. واخا ما كانش اليوم مزيان، ولكن بوجود ميسي هما كاملين مطمئنين، وهادشي اللي خلاهم يفوزوا. تبارك الله عليك اخويا امين، وشكرا. ليلى سعيده، شكرا لك. مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. انا تم يدخل السي مجال البيت ديالو، وناخذوا معاه وناقشوا معاه قبل ما نرجعوا في هذه النقطه هذه. تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا مصطفى من مدينه سلا. مرحبا سي مصطفى. بغيت نتكلم على الماتش ديال مباراه الرجاء الرياضي. فانا كيبان لي يعني اللي خسر الرجاء ماشي هي الفرقه ولكن المدرب. انا هذا المدرب هذاك، انا غنسولو اولا هذه القضيه. ما دارش ثلاثه ما دارهمش، هذه حاجه اخرى تناقش. انا غنسولو سؤال واحد. انا كنت في كونفرنس دو بريس، سؤال خويا فين لعبتي الرحيمي فاش دخل؟ سهل السؤال، لان هذاك كحل ما داش اريد روا، بقاو ثلاثه في لاكس. ايوا داكشي اللي كان. واش درتي بوز الرحيمي؟ ثلاثه هما بعشرة. اذا انت اسمح لي مبتدئ في التدريب ما يديرش هذه القضيه. داكشي اللي كاين. يعني انا كنلاحظ في المدرب، كنت متبع فريق الاهلي، وفاش شفتو انا مع الرجاء فريق الاهلي، فاش جاب من بعد حسام البدري، يعني بقى كيلعب تقريبا نفس التكتيك ديال حسام البدري، ما بدلوش، هو اللي كان السبب في انه خسر في الفينال ديال الشامبيونز ليغ. فجا الرجاء نفس الطريقه، ما كيبدلش، ما كيحاولش يبدع يعني او نيفو يعني في دي سيستيم دو جو، ما في يعني ديورون ديال الماتش ما كيبدلش. شنو نقول لك؟ يعني عنده واحد المحدوديه كبيره تكتيكمون، على حسب ما بان ليا. فهو اللي رجع الرجاء انها تعادل مع برشيد، انه مركز بيوت رجع للدفاع، ما بقاش تما في الاتاك وبقى داك الضغط كما كان. هو اللي خسر الرجاء الماتش،
هو اللي خلى لنا التأنيات، ومع لأن ذلك لدينا نتائج وبالرغم من سلبية. ملاحظاتي تكتيكي عليه وانا كذلك كنلاحظ عليه كمدرب، ولكن بدنيا وادعوك من بعد ان شاء الله، لا واتمنى لا لا، متفقين من متفقين لاعبي متفقين في الرجاء هذه يكونوا الناحية. صرحاء، ما يبقوش يتخلي أنا انني انا نشنشت وهناك الناشد كاسي مصطفى. واش معقوله لعابه الرجاء يديروا فيديوهات ويبدا يقول الجمهور سمحوا لي نلعبوا مزيان؟ واش معقوله هذه لا القضيه؟ لا، ها متفق معك واش متفق معقول متفق معك. لعابه الرجاء كيبان بحال خايفين من الجمهور؟ داك اللاعب ما دار بيلانتي في الاخر تيبكي، علاش كتبكي يا خويا؟ هذا بيلانتي ما كاينش كره قدم. وشحال من كره لا حيتي؟ شحال من كره حيتي؟ انا بالنسبه لي ما خصناش نلوموا اللاعب، لان اللعبه جون دوك الاخطاء اي واحد ممكن يديرهم، نعم يعني حاجه طبيعيه. ديك الاخطاء اللي دار، اللي كان البينالتي الاول البينالتي الثاني، داك الشيء لا، كيوقع. الرجاء نقطة بين نقاط القوة ديالها هو جمهورها، ومن بين النقاط ديال المشكل النفسي اللي عنده هو جمهورها، لأن كاين بزاف ناس داكشي اللي كان ضاغطة على حاسس اللاعبين. المشكل اللي كان في الجمهور، كاين واحد الفئة ما كتتعامل الوعي ديالها كتكون موجهة، سواء من طرف بعض الإذاعات، سواء من طرف بعض الكتائب الفيسبوك. لو كان نفكروا بالعقل ونعرفوا راجع شحال بات من الماتش من البداية، يعني بعد الأزمة اللي كان ماشي كامل، وغادي نعذروهم. ولكن المشكل اللي كان قلت لك المرة الأولى، كانت الفرقة في الشوط الأول كانت الفرقة واقفة، ولكن الشوط بعد الثاني ما اضطرب انهارت. مثلا انا بعد ما عطيك اضطرب لعاب واحد، بعد ما عطيك لعاب اضطرب واحد، انهيار ديال الرجاء البدني هو واحد ريف. سير عاود نعم الماتش وتفرج فيه في الشوط الاول وتفرج فيه في الشوط الثاني. متفقين 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 متفقين. ولكن غير المشكل اللي انا علاش قلت لك المدرب خص الفرقة، مثلا فاش كان الطرد ديال اللعاب ديال انا متفق معاك. ولكن انا كفتحي أن جمال، الفرقة ما بقاش كتهاجم، فتحي على جمال، المدرب قنع فتحي جمال، بالتعادل، فتحي المدرب قنع جمال. بالتعادل. انا شفت فتحي جمال والزيد نسولو سؤال واحد، فين دخلتي الرحيمي؟ سهل. داكشي اللي كان عشان ما فهمتش، بغيت نحاول نشوف انا نحاول ولكن نزرع. قولوا برافو المدرب ديال الفريق الجشمانه كي اللي عاود دار التوازن ديالو من يدخل صف نعم صافي، ومع ذلك امن بان الجهه اليمنى خوات ديال الرجاء، وطلب من البزغودي يمشي لليسر وركز على ديك نعم الجهه، ومشى المره الاولى ما نجحاتش، من الثانيه ما نجحاتش، في الاخر نجحات. والقمر وهذا هو الخلف، الثالثة هذا هو الفرق بين المدرب والمدرب. شكرا يعني لك، فهذا المدرب هو عارف يقرا الماتش. شكرا سي امين حميد، شكرا ليلى وواحد سعيده. واحد واحد عشرة ثواني على فريق ريال مدريد. فانا اليوم ولات كنامن ان شي مره الكره من ما كتبغيش. داروا احسن الشوط الاول، داروا بالفرص وكل شيء، ولكن البارصا كانت عندهم اللمسه الاخيره اللي بعض الفرص ماركاو ثلاثه وخد 3-0. شكرا شكرا الاخ امين لاني حميد سعيده. وليلى سعيده. مرحبا، شكرا لك. كنرحبوا بسي موجه، كنطلبوا منه يبقى معنا بقليل تما قرا بعض الاراء. اهلا سي موجه، شكرا انك معنا على الخط. اهلا سي موجه. اهلا وسهلا الاخ محمد امين، وتحيه لكل مستمعي ومشاهدي اوريزون تي في. شكرا لك ونشكرك كثيرا على صدر الرحب ديالك. شكرا سي موجه. وانا كذلك راه الاشاره ديال المشاهدين الكرام. شكرا لك. بقى معنا سي موجه، قرا بعض الاراء ديال الاخوان. مشكل من غير بدني عند الرجاء وفاق الثقه في انفسهم، مبروك على جمهور الرجاء وجيش جمهور الجيش الملكي. سلام سي محمد امين، الرجاء الريدي مازال غيعاني بزاف للاسف، الرئيس الفريق هو السبب. بالنسبه لسي ابراهيم يدي على الرجاء ثلاث باليه ولا من هبه وذهب كيلعب في الرجاء اللي كتبان لا كابيتال كيحمر وجه، لا تربيه لا اداب ولا تصاره. محمد لابيوم علي ويوم عليكم، واش الرجاء غتلعب كل اربعاء واحد وانت تقول المعيد المدني؟ اسماعيل ديما حاس ورات الفرق وراك تلعب احد واربعاء. السلام عليكم جلال جودي. اخي امين، تنسى وتنسى شغب جمهور الرجاء، تقليع كراسي واصابات رجال ام لم اتناسى ولن انسى ولن اعود لهذا الموضوع غدا مع السي اسامه بن عبد الله ان شاء الله. الرجاء عنده مشكل في انهاء هجمه، السي امين ماشي بدني كاع خصوم ولو كيلعبوا الاخطاء دفاع الرجاء. اشرف عندك مشكله كبيره عمودك اخويا امين، ديما كندق عليه لا والف لا، وغنعاود نقول لك بأني لا اتفق لا مع البلاغ ديال فريق الرجاء الريدي كملاحظ، ماشي في المضمون، المضمون يقولوا اللي بغاو، ولا مع السي محمد بودريقه اللي مره كل مره خصو يخرج ويدوي وخصو يخرج ويوضح، ما عندوش يوضح. هو داز رئيس بحسناته وبسيئاته فريق الرجاء الرياضي، وخصو يبقى ملتزم الحياه كما كيديروا الناس اخرين اللي هما رؤساء ديال الفرق. هذا هو رايي في الحالتين معا، اما يقولوا ما يقولش ما عنديش حق نصادر او لله احد او لا على اراء ديال السي محمد بودريقه، ولا هو كامل الحريه يقول اللي بغى ويدير اللي بغى. هذا هو رايي اخي. نرحب بسي محمد موجه. أنا سي موجه اهلا وسهلا الاخ محمد امين، وتحيه لكل المشاهدين الكرام. سي موجه نرجع معك، جهاد قريشه كثاني تجربه لحكم اجنبي بعدما علقت على تحكيم السنغالي اللي كان في لقاء الديربي الشرق بين المولوديه الوجديه وفريق نتبركان الكلاسيكو في حق تحكيم مصري، شنو رايك في جهاد قريشه؟ اظن انه باش نوضعوا الامور في النصاب ديالها ونعطيو لكل واحد الحق ديالو، انه الاختيار
ديال الطاقم المصري لهذه المقابله كان اختيارا موفقا. نعم. بالنظر للمستوى اللي ظهر به الطاقم التحكيم المصري في هذه المقابله، ومن خلال غنناقشوا الحالات التحكيميه اللي كانت الابرز اللي كانت في هذه المقابله. نعم. انه كان اختيار موفق، وبالتالي نتمنى ان تسيب لها مثل هذه الاختيارات. انا اول مره من غير اوروبا في افريقيا مسيتنا هذاك الحكم الايثيوبي، وكذلك قاسما، ولو بزاف ناس كتلاحظ عليه، ها الحكم الايثيوبي وقاسما، هذا الحكم انيق اعجب، يعني كتبغي تتفرج فيه، يعني حتى طريقه تدخلات وطريقه باش كيمشي ديسيزيون فيرم، لا ما لا فان، كيفاش كيجبد انذار ويقنع اللاعبين ويستأنف، ما عرفتش نفس الملاحظه، ولكن اعجبني كثيرا الاناقه ديال هذا الحكم المصري. غير باش نوضع لك في الصوره، ما تنساش بانه الحكم المصري كان في المونديال ديال روسيا، ولو انه قاد مقابله واحده اللي في المونديال ديال روسيا اللي كانت بين انجلترا وبنما، رغم انها كانت بالنظر للترتيب ديال الفرق انها كانت من المقابلات العاديه، وبالتالي هنا كنرجعوا للنظره ديال الفيفا للتحكيم الافريقي والمقابلات التي تسند للاطقم الافريقيه. ولكن على العموم ان المسائل المساهمه واللي ساهمت كثير في العطاء ديال الحكم المصري في هذه المقابله، ان العنصر الاول هو اللياقه البدنيه الكبيره ديالو اللي كيتوفر عليها، والتنقلات في الملعب ديالو، لانك كتحس بانه كيتنقل باريحيه وما كيلقاش صعوبه لا في المرتدات السريعه ولا حتى في الكرات اللي كتكون طويله. المساله الثانيه هو عنده واحد الخاصيه الكبيره اللي ربما كتشوفها في حكام اللي كبار، هو عنده واحد الحاسه ديال الشم، واحد لو فلير ديال 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 التوقع والقراءه الجيده ديالو للمقابله من خلال كل الحالات التحكيميه كيكون قريب ليها بزاف، وبالتالي كتكون عنده الزاويه ديال الرؤيه ديالو جيده، وبالتالي كيكون القرار ديالو الصحيح. المساله الثالثه اللي ساعدته في المقابله هو انه خرج الاوراق، البطاقات العقوبات الانضباطيه ديال الاوراق الصفراء، خرجها في الوقيته ديالها، الشيء اللي خلى اللاعبين انهم ينضبطوا اكثر، ولو انه واحد الملاحظه انه اللاعبين لا ديال الرجاء ولا ديال الجيش كانوا اكثر انضباطا في هذه المقابله، وعطاوا واحد الاحترام للتجربه الافريقيه، انهم الصراحه قال كانوا تري ديسيبليني اللاعبين، فباستثناء الحاله اللي شفنا ديال اللاعب الحافظي ديال الاحتجاج على باب الحركه ديال اليد ديالنا مباشره وجهلوا الانذار، وبالتالي كان ذاك الانضباط ديال اللاعبين. المساله الخامسه هو انه القرارات الحاسمه ان تدخل فيها كان عنده ذاك التايمينغ ديال اتخاذ القرار، سواء في ضربه الجزاء الاولى او في البطاقه الحمراء اللي وجه اللاعب كعواش، او ضربه الجزاء الثانيه اللي كانت في الانفاس الاخيره، واللي ربما كتنم على واحد الشجاعه وواحد القراءه الجيده للاعب، انه هنا خدا قرارات اللي كانت حاسمه، وبالتالي ان خلى ذاك الاحترام ديال 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 الجهاز الكروي والمتتبعين للكره المغربيه. اذا باش نكونوا صراحة، ما فيها باش يجي هذا النوع من الحكام بحال هذا بالضبط. انا معاك، انا في هذا السبب قلت لك، انا في التقديم ديالي قلت لك انه الاختيار كان موفق، باش ما نبقاوش دائما، لان كاين الناس اللي كانوا قاسما بكيلي جوردان بنوزا، وهاد الناس هادو مرحبا بهم بحال هذا. علاش محمد امين هاد بحال هاد النوعيه؟ ربما حتى الحكام ديالنا ملي غادي يطلع المستوى ديالهم ممكن انهم يستافدوا منهم، ويشوفوا شنو هي الخصائص اللي توفرت لهاد الحكام باش انهم برزوا في هاد المقابلات، وكيفاش خداوها، لان باش الانسان يكون يخدم اللياقه البدنيه ديالو تكون في المستوى الكبير، والتنقلات ديالو اللي كيخدم في الملعب بالاضافه للقرارات. انت لاحظتي انه ما تورعش، واخا انها ضربه جزاء الثانيه ما كانش عنده ذاك القراءه المسبقه ديال ولا وانا لا خصني سالي الماتش، وهذا ديربي وهذا كلاسيكو، وهذا الدرا هذه ما كاينش من القراءه راه تيعرف الرجاء والجيش هذه، الناس ما تغلطش، راه عارف وراه الرجاء والجيش هذه، راه عارفها مزيان هو، راه متاكد بطبيعه الحال. انا على يقين بانه كانت عنده قراءه للفريقين، وكانت عنده توصيات قبل، لان كان غيكون تفرج في اللقاءات ديالو، عنده اللي هي مسبقه، حتى المسؤولين اللي غادي جلسوا معاه غادي يحسوا بالقيمه والمسؤوليه اللي ملقات على العاتق ديالو، لانه ربما ما تعلاش ديك ضربه الجزاء الثانيه، راه كانت ممكن توقع بزاف ديال الحشيشه، تولي بزاف ديال القراءات. نعم. في هذه الحاله فهنا باش كتشوف بانه هو ما تورعش، وبالخصوص في الورقه الحمراء ديال اللاعب كعواش، انها ما تعداتش بين صفر وصفر اربع دقائق، فاخد البطاقه الاولى في الدقيقه 66، الدقيقه 70 توجهت له البطاقه الثانيه وتم الطرد ديالو، بدون ما يقرا الخلفيه ديال هذا الفريق المستقبل، ولا حقا غادي نفسد المقابله، ولا غادي ندير هذه، ولا غادي نفعل هذه، وجه الورقه الحمراء خرج
كذلك الجيش لعبوا الكره ديالهم، ما كانش احتجاجات اولا من الطاقم ديال الجيش، ما كانش تشنجات ديال اللاعبين اللي تكونسونطراو على المقابله ديالهم، وبالتالي انه بقاو حتى الاخر نفس وجاتهم ضربه جزاء اللي كانت مستحقه، لان كان هناك اهمال في التدخل ديال اللاعب كحال على اللاعب بزغودي والاسقاط ديالو داخل منطقه الجزاء. هنا كتشوف حتى الحكم صفر بواحد الاريحيه، لان ما عندوش خلفيه ديال يبقى يقرا هكاك، لان هنا باش قلت لك ان هذاك الضغط ما كانش عنده ديال المقابله، وبالتالي انه اعتبرها بانها مقابله عاديه من باقي المقابلات اللي كتقاد، وبالتالي انه هنا باش كان تميز في العطاء ديالو كان تحكيم ممتاز جدا ويجب التنويه به، والتنويه ديال بالمبادره ديال اختيار حكام من هذا الطينه باش يمكننا نستافدوا منه ونستافدوا منه المقابلات ديال البطوله الوطنيه. عشاق اسامه الفاسي كيسلم على السي موجه وكلشي كيحييك، تحيوا الحكم جهاد غريشا. كاخر سؤال، هل تتوقع بنجاح جهاد غريشا اليوم بانه يعاود يدير مباريات كبيره، وبان هاد الطينه من الحكام تعاود ترجع في مباريات كبيره من هذا النوع، لانه اليوم راه ريح لا اللجنه المركزيه ولا مدير التحكيم ولا الجامعه، اليوم راه غيخليهم ينعسوا مرتاحين بدون ملاحظات. انا معك في هذه القضيه سي محمد امين، بالخصوص رانا في النهايه ديال الموسم، وربما راه كتشوف الفرق ضئيل بين الصف الثالث والرابع وبين المرتبه الاخيره، كاين 7 نقاط 8 نقاط، راه ممكن انها تختزل في 2 ديال الدورات 3 ديال الدورات، لهذا ان البطوله ان كل الفرق انها تبحث على التموقع داخل الصفوره ديال الترتيب، وبالتالي هنا كتكون خص دابا تكون التوازن ديال الفرق ديال الفرص بالنسبه للفرق كامله، وحتى الاختيار ديال الحكام انه يكون مسيبلي باش يمكننا نضمنوا التكافؤ ديال الفرص بين جميع الفرق في البطوله الوطنيه، لا بالنسبه للتنافس على اللقب ولي بلاص افريكا بالنسبه للمحطات الافريقيه، او لا بالنسبه للصفين المؤدين للقسم ديال المظالم. نتمنى انه هذه المبادره يكون تسيبلا مزيان الاختيارات ديال الجامعه وديال اللجنه المركزيه على الاطقم التحكيميه اللي ممكن نستافدوا منها، وتعطي واحد العطاء اللي يكون مقبول في البطوله ديالنا. اذا مرحبا بجهاد غريشا من النوعيه ديال الحكام داخل مباريات البطوله الوطنيه، ونشكرك كثيرا سي محمد الموجه. وانا كذلك ممتن، وكنتمنى ان يكون المرور ديالنا كان خفيف ظريف على المشاهدين الكرام، نكونوا قدمنا الاضافه للمشاهدين مما لا شكافي، ونشكرك كثيرا. شكرا شكرا سي محمد الموجه، هذا كان توضيح بسيط لاداء جهاد غريشا والذي خلف ارتياح كبير لدى الاوساط الكرويه اليوم. سلامك امين، لا تنسى شغب ولا تنسى، لم انسى ولن اتنسى، وقلت ان غدا ان شاء الله في حلقه خاصه مع سي اسامه عبد الله، مواضيع عندها علاقه باللجان القضائيه داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، عندها علاقه بالتراشق ديال البلاغات والاتهامات داخل فريق رجاء رياضي والحال المزريه اللي وصلنا، عندها علاقه بالتحليل التقني لمباراه الوداد بلديه وجديه اللي غادي تكون ان شاء الله غنجيو من بعد منها، ودور 4 المواضيع ومحاور اساسيه وغنناقشوا مع سي اسامه بن عبد الله. بغيت تقول جراد كي شنو، سمح لي اخويا انا ما تنقراش هذا المستوى الجراد وهذا الشيء، هذه الاشياء هذه اللي كتكلم عليها انت دابا. الحكم كان في مستوى حكم محلي لمعنى ضربة جزاء في آخر أنفاس، تقدرش تحكم على المسألة أحمد حجي. نعم ضربة جزاء الأولى كانت خطأ من لاعب رجاء، ولو كانت كرة في لمسة واحدة ما كانت ضربة جزاء، اللاعب أن يتابع لاعبي البارسا. قاسم الحكم ممتاز وفي المستوى العالي للإشارة. نفس حكم نهار نجم ساحي يضيع الرجاء في ضربة جزاء، لا ماشي نفس حكم. قاسم المشكل ماشي في البلاغ ولا في بودريقة ولا في الرجاء، المشكل أنه صحفي، لا بغيت تقول في لقاء الذهب، اعتذر. شنو هي هذه؟ المشكل الصحفي في دار القديم معروف مقابل الرجاء، خويا ماشي المشكل الرجاء والصحفي يقول ولا ما يقولش، هي مسألة أخرى. حافظ الجامعي الرجاء خصها بودريقه تبدل كل اللاعبين الا ياجور. شكرا سي العشاق اسامه الفاسي. رقم دائما 0967 22 52 82 دائما مع الاخوان. غير متفق معك امين، اليوم مشكل بدني، مشكل مدرب ضعيف، خوف بزاف، واش حضره في وردي انهيار تام دقيقه 90 فينا وانا نحو شعبان، وانا متفق معك المدرب كان ضعيف. سما مش بالك البطوله وقيلا اضعف بطوله لان الوداد صافي فاز بالبطوله، لا ماشي دو التحليل، لو كان دو التحليل نقولوا البطوله الانجليزيه كانت ضعيفه ملي فازوا بها الناس، ولا البطوله الاسبانيه ملي كانت كتبع عدل الريال ولا البارسا، هاد القضيه الضعف اولا لهذا فيمكن تحكمنا بهذا المستوى هذا اولا بالعدد ديال النقاط. نقدر نقول بان الوداد هو اقوى من الفرق هي اللي كاينه، ولكن البطوله ديالنا على حسب التقديم العربي والافريقي راها ما بهاش وغدا في الطريق اللي هي مزيانه. مكالمه ناخذها. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم والمدينه. علي ابو العيد، مدينه اكادير. اهلا سي علي، تفضل. عندي شي مداخلات جزاك الله خيرا. مرحبا، تفضل خويا.
بالنسبه لاخويا كنترجو من الجمهور المغربي والجمهور عامه ديال مدينه اكادير مدينه الدار البيضاء كازا طنجة تكون الروح الرياضيه. والله العظيم هذا الشيء اللي كنشوفه في الملاعب ديالنا راه ما كيليق بالكره المغربيه. الحمد لله الكره المغربيه راه دازوا فيها الناس الشرفاء وهذا الشيء اللي كيوقع الله العظيم الا صراحه انا كشاب الحمد لله وعندي وليدات كنديهم دابا للتيران كيشوفوا هذا الشغب اللي كيكون دابا والله العظيم حتى حنا باغي نخسر حتى حنا ما نخسرش نخسر شنو هي ما نخسرش نخسر وشنو مشكل كره القدم على اش يديروا جمهور ريال مدريد شنو يديروا اليوم شنو يديروا اليوم شنو يديروا لا الحمد لله هذوك الناس وصلوا واحد المرحله زعما ديال العقليه ديالهم الحمد لله وصلات. وين حنا الجمهور ديالنا كنتمنى من الناس ديال الجمهور الطنجاوي بركان وجده بجميع مناطق المغرب تكون عندهم واحد الروح الرياضيه. انا ولد اكادير خسرت الحسنيه ديالي على الصداد كان خصني نصفق الخصم ديالي بحال نعرف اش ربحونا ربحتنا الجيش الملكي هنا صفقنا الجمهور العسكري وقلنا لهم شكرا ولكن الناس ما العقليه خويا كنتمنى من الجمهور هذا الميساج يوصل الله يجزيكم بخير الجمهور المغربي تكون واحد الروح الرياضيه. الملاعب ديالنا راه الناس كيخسروا فلوسهم وكيقادوا لنا واحد البلاصه فاش نديو وليداتنا نريحوا ولكن راه هذا الشيء راه اللي كنشوفوا هذه الايامات وخاصه اليوم من الجمهور الرجاء راه جمهور عالمي راه خصنا نرجعوا الاوراق ديالنا. وشكرا وكنشكر جميع وكنشكر هذا البرنامج هذا على اللقاء هذا. شكرا ليلى سعيده تبارك الله لك السي علي كتب معنا اكادير الرقم دائما 0662 52 82 كتواصلوا معنا فيها الاراء كره فيها الرباح والخساره وخسران. لاعبو الرجاء داروا ماتش مقبول عبدون مركب نقص لكن للاسف المباراه كرست صحوه الجيش وتراجع اداء الرجاء كما المباراه فندت كل ما قيل على المدرب الوس قبل التوقيع الجميل عكس كارديرو بالاضافه الى المشكل البدني عند اللاعبين جراء كثره المباريات في الظرفيه في امس حاجه للجمهور وما ادراك ما جمهور الرجاء الحلقه الاقوى في منظومه الرجاء الروح الرياضيه اللي خسرات تكمل شويه تسنى الماتش المقبل هذه الكره امين بناني وهذا للاسف هو الفكر اللي غايب على الناس. كره القدم راه ما يمكنش تكون بيرفكت في جميع المباريات وما يمكنش اللاعب يكون جميل في جميع الكرات ودي توب ودي فلوب. اليوم ميسي ضيع بزاف اش نقولوا على ميسي اش نقولوا على داك اللاعب فينيسيوس جونيور شنو اليوم الريالي يحطوه ها هو كلاسيكو واكثر ماتش ما يبغوش يخسروا فيه الرياليين. فينيسيوس ربعات الاهداف حتى انه هاد الكره دار كل شيء يعني جاب بيكي الارض جاب سيميدو الارض وضربه برا شنو يديروا له يحيدوه فاران شنو يديروا له اليوم. كره القدم راه هي هذه ما تمشيش انا كنمشي على المستوى وكاين هي كره القدم نفس يا جور اليوم راه ضيع مرات اخرى راه ماركاها مع وليد وجده راه ماركاها مع يوسف باشير راه ماركاها في الاخر ضيعها الكحال. الرجاء كانت محتاجه لاعبين مع اسيك ميموزا راه لعب الكحال وخرج المباراه ديالو واليوم دار بينالتي وهذا هو حاله كره القدم. والجيش الملكي في مباراه خابت وفي هذه المباراه الاخيره اصابت وهذه كره القدم للاسف ان بعض الناس خصها تحيد هذا الفكر ديال المثاليه لا وجود لها ولا تنساقوا مع الخطابات اللي كاينه دابا واللي ولكن ارقام راه ارقام راه موجوده والمعطيات راه موجوده اللي بغى يقول لكم شي حاجه وبغى يتكلم عليكم راه كاينه ارقام بالسنوات والسنين ترجعوا ليها وتشوفوا الكالندري وتشوفوا وما يمكنش انسان يخرجكم على شي حاجه. انا كنتكلم مع الجميع الان وليس فقط مع جماهير فريق الرجاء. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. مساء الخير خويا امين. مساء النور. اسم المدينه؟ معك مراد من ابو ظبي. اهلا سي مراد ومرحبا بالناس ديال ابو ظبي. الله يبارك فيك خويا امين. غناقش معك النقاط اللي كانوا اليوم ديال الكلاسيك وديال المغرب وديال اسبانيا والمباراه ديال الغد ديال الوداد ان شاء الله. نعم شكرا. بعجاله بالنسبه للمباراه ديال الكلاسيكو ديال اسبانيا يعني الطريقه مش سيرت البارسا المباراه يعني واحد الاحترافيه كبيره وواحد الجهد يعني ربما قليل ماشي حتى داك الجهد اللي كتستعمل البارسا باش كتنتصر في مباريات اخرين. اللاعب الكبير اللي كيبقى ديال برشلونه ربما انا كنشوفه هو الحلقه الكبيره
اللي ربما هي برشلونه هو اللاعب بوسكيتش. بوسكيتش راه كانوا شادين ريال مدريد راه يطلقوه، غير خلاو له شويه الحريه، الريال وصلت ليهم ومشاو هربوا ليهم من تماما في الشوط، في الشوط الاول كانوا شادينه، كانوا شادينه هو، كانوا داير، كانوا داير، كان داير لي ماركاج، كان بنزيما تيهبط عنده، كان بنزيما تيهبط عنده تماما، كانوا حصرون، كان بنزيما وكان كانوا حتى كروس ما كانش كيخليه ياخذ كره على راحته، ولكن ما قدروش يسيروا معاه بنفس الايقاع الشوط الثاني. وشتي كيفاش بوسكيتس في اول سنه له مع اف سي برشلونه كان جا ديك الساعه ديال بوسكي كمدرب وبغى يصاوب منتخب اسبانيا، وانا ذاك كان باقي تشافي الونسو قوي وكاين تشافي هرنانديز كاين انيس كلهم لعابه وسط التيران، قالوا له شنو غدير مع الظاهره بوسكيتس اللي قال لهم غنلبسوه هو الاول باش نختار 10 اللي معاه اللي معاه. طبيعه الحال يستحق، لان هو اليوم هو المقابله كامله، هو اللي قتل المقابله بالنسبه للريال. نعم. وخويا عمي بالنسبه للكلاسيكو ديال المغرب كان مستوى لا باس به، كنظن النتيجه منطقيه. نعم. لان الجيش المدرب ديالها صراحه في الاول ارتكب اخطاء لانه كان غير التشكيله تماما اللي لعبت المباراه. لا خاف من الراجل، اش دار هو؟ دخل ديفونسور باش يدير الماركاج للحفيظي، هو تكونسونطرا مع الحفيظي اليوم، اش دار؟ دخل داك الكعواشي هو مدافع حيت صافي تيمشي وتي بلونجي مع لي زاتاكو، هو خاف خاف يخلي لي سباس للحفيظي، خاف، كان عنده تخوف كبير في هذه القضيه، ولكن يمكن فاش طرد له اللاعب وامن بان عبد الى الحفيظي ماشي بالفورما ديالو فهو ما بدل الطريقه ديالو، ولكن اليوم كان عنده تخوف كبير من عبد الإله الحفيظي، كان عنده تخوف كبير. لا تماما، لانه ولا شتي في الشوط الاول راه دار 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 ماركاج زون للحفيظي وشويه لياجور، كانت واحد الحريه عنده. لا هو ما بغاش يخلي الحفيظي يخرج دي باس لياجور واللعابه، ما بغاش لياجور. نعم. تماما، لانه كان خلى ثلاثه اللاعبين ديال الجيش فلاكس وجو، ولكن دابا الا جيتي في الاخر النتيجه اللي ما كتعطي الحق، دابا كتعطي الحق للمدرب سالينا انا اضرب واقع يا اخويا. هذاك المدرب، هذاك المدرب فرنسي. انا اخويا شنقول معايا اصدقاء ديالي في العمل الاهلاويين، وقيل كان عندهم هو يدوز معاهم 6 شهور ولا 7 شهور، يعني قالوا لي ماشي المستوى باش يمشي للكره المغربيه، صار انه مدرب ماشي ما عندوش ما كيبدعش، فهمتي؟ مدرب يعني محدود. بالنسبه اخويا امين المباراه ديال الغد ديال الوداد، انا حاجه واحده بغيت نناقش معاك، ما فهمتش علاش زعما الفريق ديال المولودية وجدة اختار ذاك الملعب اللي غيلعب فيه. هما اللي غيتكرفصوا حتى هما، والله الا هما حتى هما غيتكرفصوا. هما انا كنظن واقيلا هما فكروا ذاك التفكير زعما باش حتى هما، ولو هما غيديروا حتى هما غيتكرفصوا، ولو انا الملعب حتى هما غادي يتكرفصوا. يعني كانوا يخليوها مباراة زوينة يلعبوا في الملعب الشرفي. شفناه اليوم جاهز، انا من بعض الصور اللي شفتها في بعض المواقع، وخلوه يدوز واحد لواحد واحد المقابله تكون مزيانه ويربح، ماشي مشكل. راه الكره هي هذيك، ولكن باش نبداو ندخلوا في البطوله بحال هكا ونجمعوا اللعابه ونشحنوهم ولاعبين مع الوداد ونديهم ملعب صغير وكنظن حتى الصوره ديال البطوله الوطنيه باش غادي تشوف مباراه غدا منقوله في اين سبور تشوفوا في هذاك الملعب. نعم. يعني انا كنستغرب. تحياتي لك خويا امين. شكرا ليلى سعيده، تبارك الله عليك، انت معنا من ابو ظبي. ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، اسم المدينه. خويا امين تاج الدين من الدار البيضاء. انا سي تاج الدين، تفضل خويا. الله يحفظك، عندي على المداخله اذا كان ممكن. مرحبا، ديسر ممكن. النقاش حر. نعم. الله يحفظك، بخصوص انا بغيت نهضر غير على سميتو كما يسمى بالضجه اللي كتوقع ورا كل ماتش ديال البطوله المغربيه بالخصوص، وبخصوص الفريق الرجاء البيضاوي. يعني كل مره كنسمعوا في هذا كنختي يخرج هذا سير هذا جيب هذا هذا. انا راجل ولكن تغيرت الفكره من بعد. والمهم الرساله اللي بغيت نوصل للجمهور ديال الرجاء البيضاوي او الو سي تجدين. الو وي خويا، تفضل سي تجدين. قلت لك الرساله اللي بغيت نوجه للجمهور المغربي كامل، يعني عشاق كره القدم كامل هنا في المغرب. حد دابا يقول كيف يستقيم، كما كيقول حد المثل، كيف يستقيم الظل والعود واعواجه. يعني اي قطاعات عندنا في البلاد مقاده حتى نتسناو القطاع الرياضي يكون نزيف ويكون غادي في المستوى الراقي. نعم. يعني واش شنو عطاتنا الكره المغربيه؟
يعني اللي خدينا مثلا الرجاء الوداد الجيش يعني كانوا في اوج العطاء في سنين قديمه، ولكن مثلا من شنا من 2000 حتى لهنا اش عطات الكره المغربيه. اللهم مثلا كاس العالم اللي كانت طلعت فيها الرجاء مزيان واللقب اللي دات الوداد والرجاء مؤخرا، هذا هو السؤال المطروح، اشنو عطات الكره المغربيه الكره المغربيه غير المنتخب من الافريقي حتى نديروا عليها الضجه كامله ونبقاو يوميا داون في نفس الموضوع ونفس الموال، كان يخرج هذا كان يدخل هذا، يعني ما دام جميع القطاعات عندنا في البلاد فاشله او محطه يعني ما عمرنا ما غنشوفوا القطاع الرياضي راقيهم الظهر وغادي يوصل للمستويات العالميه. نعم وهذا رأي السي تاج الدين، شكرا لك تبارك الله سي. احسن الله اليك، الله يجزيك مرحبا. شكرا سي تاج الدين. ناخذ مكالمه او نقطع الخط، كان نورمالمون يدخل معنا الاخ ديالنا ولكن قطع الخط. عندنا مكالمه، عطيني الميكرو الثاني خالد اذا سمحتي. الو السلام عليكم. الو الو مرحبا، اسم المدينه؟ اهلا مكه مدينه الدار البيضاء. اهلا سي عبدو تفضل. اهلا بك امين، تحياتي وتحيه للطاقم ديال برنامج تكتيك. شكرا. غنتكلم اليوم اخويا على المباراه ديال الرجاء البيضاوي مع فريق الجيش الملكي. الرجاء اليوم دار واحد المستوى جيد، يعني ما نقصوش الاداء ديال اللاعبين خصوصا في الاولى، ولكن اخويا امين الشوط الثاني صراحه كما يقال في عالم كره القدم كيبقى المدربين، المدرب كارتيغ وما عطى حتى شي بليس لفريق الرجاء البيضاوي. انا غنقولها وغنتحمل المسؤوليه، لو كان غاريدو اليوم وخا ما نتكلموش على الماضي كان يحقق ثلاث نقاط اليوم. انا هذا المدرب ما عجبنيش نهائيا الرجاء، يعني تيجيني هو شويه هو مخلوع من الاستاتيو ديالو شويه، ولكن عاود نقول لك بان من اكبر الاسباب ديال التقهقر البدني للرجاء اليوم راه هو التسيير البدني ديال غاريدو، راه وقع ذاك العام ونعاود نرد لكم بالارقام باش ما بغيتش. لا انا معك في هذه المساله من الارهاق شويه تعب اللاعبين خصوصا في يعني الرجاء اليوم اخويا انه وصل 44 مقابله من في جميع المنافسات اللي لعب فيها، يعني كما قلت لك يعني الشوط الثاني يعني انا ما غندخلش في المسائل التقنيه، ما تكونش انا احسن من السفري واحسن من كارتيرون، ولكن راه المدرب ما عطاش شي اضافه اخويا امين. نعم ما عطاش شي اضافه. عطيني شي ماتش الرجاء لعبت جوج ماتشات متابعين بنفس التشكيله. ما كاينش اخويا امين من التحق من غير هو راه مع غاريدو الاصابات بن حليب مصاب، هذا مصاب، بوطيب مصاب. انا غير اخويا ما فسره الدكتور البروفيسور العرسي انا شي ما نفهمش منه هذاك البروفيسور تبارك الله تيقرا الاطباء، ولكن ذاك ما يعرف ذاك الماده كلاسيد لاكتيك منين كتجي؟ من العياء. ولكن اخويا امين ما استفسروه غياب بن حليب، ما كاينش تبريرات، ما شفنا حتى شي خبر على بن حليب واش مصاب. لا مصاب بن حليب مصاب. هذا جا شي عرض من الاهلي السعودي. لا شكرا تيقوا واش كتيقوا هذه النكته كتقال مؤخرا هذه نكته. لا قالوا له يقولوا له سير وما تجيش تمشي احنا نحقدوا عليك هذه نكته كتقال. امين خويا انا كنقول ما يراجع، انا ما كنقولش لك ان لا راه كاين بزاف ما يروج داخل فريق الرجاء السعودي. انا متفق معك. والمساله الثانيه ديال مابيدي، علاش مابيدي جلس في الماتش اللي فات ولعب اليوم؟ هناك طرح تساؤلات اخويا امين. الدري الوردي ما نبصوش الاداء ديالو كان ممتاز اليوم، ولكن في الشوط الثاني حسيت واحد العياء كان يكون في رجمو، علاش ما يدخلش ناناح خويا امين؟ كان غيعطي واحد الديفليك شويه للخط الامامي وكان الراجل يحقق انتصار اليوم. انا كنقولها وكنتحمل كان الراجل اليوم يرجع انتصار لولا سذاجه المدرب اللي ما عطى حتى شي اضافه لنادي الرجاء الرياضي. وشكرا للجمهور اللي تنقل صراحه، كنشكر الجمهور وليله سعيده اخويا امين. شكرا تبارك الله سي عبد الرقم 0962 2582. ديما راه نور الدين حمور، نور الدين حمور بانو خصو الانضباط. شكرا سي نور الدين. قال حتى هو شحال تبعدنا معاه، راه عندنا عتاب الله رامي عبد العزيز المكالمه رقم 13 هاتف ولا مجيب ياك من بلوكيني. مرحبا عبد العزيز، وانا كنتسنى المكالمه هذيك اخويا اللي عندي قدامي تناخذو سي عبد العزيز. شكون جاب هذا المدرب كارتيرو حفيد جابته اداره الرجاء بمشاور مع سيف تحجي جمال حضر كان يخرج غاريدو وطالب الجديده في الدقيقه 70. هذا المدرب ما كيشوفش عنده ما يعطي مدنيا. حب هذا درت جوج سوايع ديال البرنامج غدا مع استاذ اسامه، راه ساعه قليله بزاف نتشاوروا معاه ولا بغى مرحبا بها. صراحه خصنا نهضروا على لاربيتر ايجيبسيان مع احترامي زابيتر ماروكان سور تو لي بينالتي لو طون 91، زعما كون كان ماروكان كون نط عليه الحيحه. الرجاء دقيقه 70 انهيار بدني سعيد العالمي. خويا واش ممكن تجيب لنا الزيات يقول لنا في وصلات المشاريع اللي خدام فيها الى بغى لي مالا تبارك. شكرا خويا سعيد رزوق. تغيرت ما كانتش مستوى التكتيك عبد الاله المصاوي. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا، اسم المدينه؟ عصام من الدار البيضاء. اهلا سي عصام تفضل.
الله يبارك فيك. بغيت نقص معك غير الموضوع ديال فريق الرجاء البيضاوي والحاله ديال التدهور اللي كتعيش النتائج اللي كتعيش. هذا راجع اخويا لكثره المقابلات وهذا وانتدابات اللي ما كانتش في المستوى. كلشي كيعرف بلي الرجاء عانات عام كامل واخا كانوا شامبيون دافريك وهذا عانوا في الميديو تيران بزاف. انا بالنسبه لي مابيدي ماشي لعاب ديال الرجاء وماشي في المستوى ديال الرجاء نهائيا. حنا كنلعبوا باش هذا هو كيرجع لنا البالون دونك لعاب ماشي ديال الرجاء نهائيا. عمر كان ديال الرجاء شتي هذا عام تيرا شتير هذا العام شتير شتير هو حيت سدوا عليه عرفوا عقوبه. لا ماشي حيت سدوا، حيت بدنيا ما واجدش كاع ودوك عقوبه كذا. عطيني شي لعاب في الرجاء كيدير شي دويل تدي كيدي ديال وقف ويدير ويدير نديس. عطيني شي واحد في الرجاء. ما كاينش شي لعاب كيربح لي ديال في الرجاء. وعلاش حاليا دابا حاليا الانهيار بدني هذوك روبوات راه هذوك لعابه هذوك لعابه ولكن الرجاء الانهيار. انا غنعرض عليك تشوف الرجاء نهار الفينال ديال وتفرجوا بالعقل ديال فيتا كلوب وشوفها من الدقيقه 70 الفوق ورد عليا الاخبار. داكور شوفها مزيان دقيقة 70 من الفوق وحنا بثلاثة وخصنا نمشيو في ظهرهم ونمشيو. اعطيني هجمة وحنا دارت في الظهر ديال المنافس. امين سي امين. وداك السي حدراف لعاب ديال 28 عام 29 عام ليكسبيريونس لعب بزاف ديال الماتشات ما تيعرفش يوزع المجهود البدني ديالو نهائيا على الماتش. اشنو غايدير؟ ما يمكنش واخا تبغي راه ملي كتكون ملي كتكون بدنيا ملي كتكون بدنيا ما موجدش يعني القراءه عندك خاوي واخا تبغي توزع شنو غتوزع؟ راك اوتوماتيكمون انت مستنزف في الديبار. انت مستنزف راه كيلعبوا غير من شي لعاب هذا الرجاء والله العظيم بالله الا ما كيضحيو راه بزاف فيهم غيقدروا يوقع لهم اصابات خطيره جدا. بزاف فيهم كيضروا الكارير ديالهم بهذا اللعب تيلعبوا هما بدنيا عندهم مشكل. راه كيضحيو لعاب الرجاء ولو كيتخلصوا والله الا كيضحيو اغلبيه فيهم وكيتقاتلوا وما راه ما قادرينش يقولوا الناس اودي راه حنا بدنيا عندنا مشكل ما باغيين يضربوا باغيين يفرحوا الجمهور ديالهم. ولكن هكذا راه اليوم شحال من مره غايجيك بينالتي في الدقيقه 91 وشحال مره مورا البينالتي في الدقيقه 94 تجيك كره مع الجول والحارس يخرج اري ريفليكس اللي هو عظيم اللي هو بورقادي. راه هكذا كره القدم في بعض المرات. هادشي اللي كاين. وكنحيي داك لونترينور ديال الجيش على لو شونجمون اللي دار من بعد الحمراء. نعم كنحيي بزاف على الشونجمون ديال هذا الى غير كيليبري اعاده توازن الفريق ديالو. فوالا كنحييه والله عنده الصراحة قرا مزيان الماتش. كارتيرون حتى لي شونجمون اللي دار. انا نسول كارتيرون حاجه وحده ما نفهمش منه. هو درب عارف فين دخلتي الرحيمي شنو قلتي ليه من دخل؟ سؤال اشنو قلتي ليه وفين دخل؟ ما فهمتش حيت رحيمي يما بدا به. لا فين دخل؟ راه مين دخل بقى لاعب هو ثلاثه دي ديفونسور حدراف عمرو. شوف انا تيبان لي حدراف ما تيديرش لو غول ديفونسيف نهائيا. علاش كي دابا كيبان لك نقاد عيط ولكن هذا ما تيحيدش الميريت ديال فريق الجيش الملكي بانه كوميم فريق رجع وغادي بخطوات. صراحه ميليو تيران ديالهم في مستوى رجعوا واخا كاين مشكل عندهم في لا ديفونس ديالهم ولكن هذا الميليو تيران هذا الثقل ديال كيهز لهم الثقل. واخا كاين مشكل ديال لا ديفونس كيبان لي مشكل ديال لا ديفونس ما بين المعلم وكعواش. نعم او لا شغادي نقول لك غادي كتكلم لي على هذا على بالرحمه هذا الثقل ديال الجيش. لا لاعب جيد جدا كيزاوج بين القوه والاندفاع والتقنيات ديالو اللي والضربه ديالو تبارك الله ضربه زوينه اللي كتمتع. ولكن غنعاود نقول لك انا بزاف الناس الرجاويين تيحلموا بالرحمه في فريق الرجاء. راه يجي الرجاء بهذه الحاله البدنيه اللي فيها فريق الرجاء الريدي دابا والله ما يعطي حاجه. الرجاء لادين ديالها مشى فاهم غير لادين. شوف راه دوك اللعابه تيعرفوا يلعبوا لي في الرجاء. راه اليوم دوك اللعابه كانوا ميوتين تيعرفوا يلعبوا هذاك الوردي والمابيدي ولا كان مع حتى ناح ويدخل وهذو الحراس هذو تيعرفوا يلعبوا والدويك راه تيعرفوا يلعبوا وبانون هذا اكسيتيرا. ولكن انا سي امين انا بالنسبه لي اللعاب بحال الدويك اللي كيرجع خطوه باش يدير سونتراج ماشي لعاب. واسمح لي سي امين نعم انا لعاب باش يرجع يدير خطوه لور ويدير سونتراج بالنسبه لي ماشي لعاب. نعم تفرجنا في الكره وهذا تفرجنا في التجديد في الرجاء اللي دار لا ريال دروار تفرجنا في اللعابه
ما تقارنش تجديل لاعب لاعب للاسف فهمتي تفرجنا في هاد الكواريات العلماء للاسف 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 سامي تجديل لم يعطيها حقها ولم تعطي حقها كان يكون عالم من علماء ديال الكره الصراحه ماشي في المغرب حتى في اوروبا سامي تجديل لاعب استثنائي وشيء اخر شيء اخر من كره القدم سامي تجديد تبارك الله والله يدير لي فيها الخير ونتمنى الرجاء ترجع نتمنى الرجاء ترجع ان شاء الله شكرا لك امين اسمح لينا يطولنا عليك مرحبا الحشا شكرا مكالمه اخرى الو السلام عليكم الو السلام عليكم سي امين مرحبا سي عبد العزيز كاين لي بسبب كرهت البوط فوكال وضربتني ودنيه بالصوليط بقت بيا الرقم ديالك نتصل بك انا خويا دابا باش ما تحملنيش الدرب ديالك اخويا عبد العزيز كتب لي الرقم انا نتصل بك الو السلام عليكم تفضل خويا اسم المدينه الو السلام عليكم سي امين مرحبا صحتك بخير الله يطول عمرك مرحبا خويا بغيت نناقش معاك مرحبا الاسم ديالك هشام من كازا خويا انا سي هشام تفضل سي هشام قلت لك بغيت نناقش معاك جوج ديال الامور هو الكلاسيكو ديال كلاسيكو الارض بين الريال والبارسا نورا كلاسيكو الارض ماشي كذوب هذا واقع ياك سي امين نعم والكلاسيكو ديال الكره الوطنيه وديال المغرب الراجا والجيش الملكي كنظن بان داك ليلي كوش ما عقلتش على الاسم ديالو المهم هو جاو دو زوكازيون لا تروا الى غادي فينيسيوس جونيور فينيسيوس جونيور جينيور وهو كان اقوى من دخل لاكس وهنا ملي كتسالت واحد لقيتها انا تسالت قلت اش بقى كيدير هذاك البرازيلي في ميليو تيران ديال ريال مدريد هذاك سميتو شي اسم ديال البرازيلي كاع داك الدبابه ديال ميليو تيران اش بقى كيدير وما دخلش انا اتاكو مستافد من داك فينيسيوس تحت من بنزيما اللي كان غايب عليه لو سوتي غايب عليه الدعم وحنا ما نفهموش حسن الناس وكحنا اي تساؤل تفضل عنده جو دو ولا تروازو كازو كان يقتل الماتش نعم كان غيكون عنده واحد السيناريو اخر ديال المقابله كازيميرو كنشكر السي امين بناني كازيميرو تفضل قال جوج لا تلي طرواني كان غيكون سيناريو اخر ديال الماتش ولكن هو ملي كيدخل لاكس هو التغير ديال الماتش هو ملي كيدخل لاكس يعني كيجي تحت من لي زاتاكو هاد اللاعب البرازيلي اقوى لان عنده واحد السرعه خياليه في الانتقال بكره القدم وانه يكون لاعب حر على انه يكون مستقر في كولوار يعني يكون في جهه انا جاني هو اقوى يعني جاني انه كيضيعوا له الجهد ديالو هو في كولوار الله ما نفهمش اسم الناس وممكنش نعرف الكره احسن منهم امبوسيبل ولكن هو مين دخل لاكس في جميع الكرات كان خطير تفضل ثاني شيء ثاني النقطه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها هي الاحداث اللي وقعت في مدينه ديال الرباط نعم احداث مؤسفه صراحه لا تموت الرياضه بصيله امام انظار الحكم المصري نعم زعما خاص هاد الناس زعما ما عرفتش ما عنديش كلمات في هذه اللحظه والله وصراحه كوداديه انايا عجبتني زعما لا ديفيت ديال الراجا لان غنجيو نزيدو كنشكرك انك قلتيها بادب قلتيها بادب لا شو انت دابا درتي واحد النقطه عاديه وداديه عجب ما سبيتي حد ما عيرتي حد قلتي واحد النقطه نفسيه طبيعيه في العالم في العالم طبيعيه هذه دابا اليوم اللي جيت تشوف الناس ديال اتلتيكو مدريد عجبهم الحال بان البارسا بحال اليوم الريال حنا الوداديين برصاويين عندنا الليله تبارك الله ما شاء الله ناشطه اسيدي بالصحه والراحه اي الا كانت هذه الروح الرياضيه بهذه الطريقه وبهذه السلاسه مرحبا بها بالعكس اخويا هذا عادي كاين في العالم هذه الهضره هذه شكرا لك شكرا لك ميرسي بوكو سي امين تبارك الله عليك ليله سعيده تبارك الله عليك خويا الرجاء دويك باغي يدير فيها كيقتل هو ما فهمتكش اخويا دريس عاود صيفط لي ميساج قال لي دوق الرجاوي ضد الرجاوي ولن اعطي الاسم كتبتي السي جاي كلشي شافوا لانني في المباشر وما ماشي هذا هو النقد ولو ان رايك كتحس به غنصادره انا لا اصادره وكي باش ما نعطيوش امور اكثر من الحجم ديالها داخل مكالمة الو السلام عليكم الو السلام عليكم مرحبا الاسم والمدينه معك عبد العزيز اخويا امين وقيلا انت اللي قلتي لي في الميساج دابا هو هذا الحمد لله خير حمد الله ونشكرو انني ما نهيتش الحلقه قبل ما نستقبل صوتك تفضل الله يحفظك واول مره زعما غيوقع لي بحال هكا بغيت نسمع شي اربع المرات الحمد لله دابا شفت مرحبا اخويا شاء الله وما قدر فعل تفضل ماشي مشكل ديها لي حنا نصبروا امين الله يبارك الله فيك بغيت نعطي الراي ديالي في المقابله ديال غدا ان شاء الله بين الوداد وبلديه وجده نعم وكنتمنى انا كوداد كنتمنى الوداد تربح فقط لسبب واحد حيت هاد القضيه اللي داروا الناس ديال وجده ما مولفينهاش فيهم زعما خلاو تيران اللي هو زوين باقي تيران يلاه مصيب
بغاو يلعبوا نفس ذاك التيران اللي ما هو زعما تيران صغير وتيران زعما حتى الصوره والترجمه ديال الصوره في التلفزيون زعما غائبه تماما. واش بغيت كركاش بغا يربح الوداد اخويا ربحنا بكره والله تنصدق عليك انا شخصيا نصدق عليك ولكن تربحنا بشي طرق اللي هي ملتويه لا خليتي التيران وغادي ديال التيران اخر لا ما جاتش كلها كان تيران زوين بعدا ماشي مشكل ولكن تيران صالح والكازو ديالو زوين تبارك الله وما تلعبناش فيه لا حشومه. القضيه ديال الرجاء بغيت نهضر على الرجاء واخا انا ودادي الرجاء خويا خاصه لاعبين خاصه لاعبين في المستوى هذا اللي كاينين دابا راه انا حسب الراي ديال المتواضع ماشي في المستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي. المدرب شحال قدك تبدل ديال المدربين غتجي تحيد كارتيرون غتجيب مدرب اخر اكس ولا ايكغ غيبقاو نفس النتائج هذا لا يعقل. الرجاء خاصهم لاعبين اللي في المستوى الكبير ولاعبين كاينين دابا في الرجاء ما يستحقوش والكابيتان خصو ياخذها ياجور انا ياجور كيعجبني ياجور دابا يلاه وصل يلاه وصل اللاعب المغربي بصفه عامه فاش كيضرب 30 عام يلاه كنبداو نشوفو خمر وختر دابا ياجور تبارك الله عليه غادو كيكبر وراس حربه بالمستوى الرفيع. وبغيت نسولك خويا امين الله يسر عليك قبل ما نسالي معاك قبيله ذكرتي الحكام الاجانب الافارقه اللي كاينين زعما اللي كيعجبوك وذكرتي بيناتهم قصامه ولكن عطيتي عليه ملاحظه. لا ما قلتش لي ملاحظه انا قلت ولو الناس اللي الهضره كتقال عليه داخليا ولكن انا تنقول عليه بانه حكم من المستوى العالمي مستوى ديالو رائع جدا مستوى كبير قصامه وباش انا بغيت يكون في زعما انا غنقول وانا عندي ديك الملاحظه ونقول خصو يجي للمغرب لا على غادي يكون انا سكيزوفرين غنكون شويه باش هو لا حيت كاسي السميه ديالو وتزيد عليها ديك الملاحظه فهمتي حيت احنا عارفين شكون كيقول ديك الهضره لا قصامه الويدا ديال جابت عصبه الابطال علاش ما جابوهاش هذا العام علاش ما جابوهاش ما تبقاش الناس تهضر مع ان تشكيله الوداد بالرصيد البشري بالاحتياط راه هي احسن وافضل من العام اللي جابتها فوالا الله يرحم الوالدين هذاك الشيء اللي كاين وكنتمنى ان شاء الله الفوز غدا كنتمنى الفوز الافضل انا سيدي بثلاثة وجدة تربح ماشي مشكل اكزاكتلي هذيك الافضل مرحبا به شكرا مرحبا به هذاك الشيء اللي كاين شكرا سي عبد العزيز شكرا لك. اخر مكالمه بحصه اليوم الو السلام عليكم. معكم السلام سي محمد امين مرحبا بدر من بن سليمان. اهلا سي بدر تفضل سي بدر مرحبا بغيت نتكلم معكم على الشركه اللي ورث في كارلوس الوس من محمد فاخر ورث واحد الفريق اللي في قوه بدنيه في حاله بدنيه جيده جدا اللي كتساعده على انه كيرفع الايقاع على الوقت اللي بغاه وكينزل الوقت اللي بغاه. والشركه اللي ورث فرنسي كارتيرون على الرجاء واحد الفريق في حاله بدنيه يرثى لها والمحشم اللي كان قاريلو اخر 70 دقيقه 70 لحقش في جميع المقابلات اللي لعبها الرجاء هذا الموسم هذا هو تيدير واحد القضيه ديال هو ما نسماش ذكاء وما نسماش كلمه اخرى غنعطيها صفه لطرف ما بغيتش نعطيها لها ولكن هي ماشي ذكاء هو تيلعب على فريشور يعني وعليك الالقاب القريبه باش يبقى له لعاب خفيف ويقدر ويمشي يكون خفيف ويلعب المباريات ولكن هذيك كتاثر عليك في النهايه من بعد ملي كيجيو المباريات كيجيو لي بليسيور العياء الضغط النفسي وبعض الحركات ديال لاعبين الرجاء الا شتيهم وتقدر ما تعرفهمش واش الحفيدي هو هذاك كيدير لك الحركات ماشي هو هذاك لا ماشي حفيدي ديما مؤثر لا فليشور كتخدمها من بعد ما دير ليها لافاس لا بريباراسيون خاصك دير ليها لافاس راه حنا راه كنفهموا الكره انا عندي لي سونسي راه بركان عندهم فيكشيف عادي جدا مقارنه بالراجع عندهم فيكشيف عادي ديال واحد 17 وتيلعبوا لا ربع وتيلعبوا لا ربع والحد والناس ما كتشكاش علاش عندهم بريباراتور مزيان تيخدموا به تيديروا بريباراسيون مزيانه الفرقه دابا هادشي اللي كتعاني منه كله راجع للبريباراتور فيزيك باش انت انا معاك 100% وراه مشى لعيب اماراتي مشى لعيب اماراتي هذا المساعد ما دارش دييغو لا مشى دار مساعد ما دارش مدرب ما دارش مدرب ما دارش معيد مدني حيت الامارات فرضوا عليه يديروا بريباراتور ديالهم جابوا معاهم بريباراتور ديالهم ما يمكنش انت تفرض عليا سيغتان ستاف اللي انا سليطه اللي هو حيت اصلا هو دييغو العمل الرئيسي ديالو شنو هو مترجم راه ماشي بريباراتور هو داني في اللغات حتى ملي كان خدام في الاكاديمي في اسبانيا ديال فيلاريال كان هو نقطه قوه ديال اللغات والدليل لانه كيعرف يدير في الحوارات
لكن هو غاريدو هو اللي تسبب هذا الشيء، هو كي يخدم على لافليشور كيف ما قال شي، وهو دابا الفرقه ضعيفه بدنيين ضعيفه، لكن ماشي انا اللي فار هيا وكيضربوا لعابه الدراجة دابا، وللاسف انا اللي كيضربهم لا اللي كيضربوا دابا، غير انا نفهم الجمهور كيدوي بالنتائج، اوكي ما فهمش الاعلام والمحللين والمدربين واللاعبين السابقين اللي خصهم يدوي بالواقع، باسكو تظلموا اللاعبين ما يستحقوش يلعبوا في الراجل، شنو ما يستحقوش يلعبوا في الراجل، خذهم لاعب بلاعب وقول لي واش ما يستحقوش ولا يستحقوش الكلام. دابا راه دابا خويا محمد امين دابا غير واحد شهرين دابا ولا ثلاث شهور هذوك اللي المحللين كيف ما قلتي انت كانوا كيمجدوا الرجعه، كانوا كيمجدوها من الدار من انا غنمشي معك ابعد، غنمشي معك ابعد، اعطيني لعاب واحد في الميركاتو في المغرب نجح النجاح اللي نجحنا ناح، يعطيني واحد، يعطيني واحد لعاب واحد ماركا جوج الاهداف وعطى اربعه هو جاي في الميركاتو ديال ليفرنال، يعطوني واحد ولعبوه 6 و 8 و 10 سمحوا لي على التسميه القديمه في كره القدم باش الجمهور العادي يفهمني. وهذا انتداب فاشل. ماشي فاشل، هو ربما سي محمد امين، هو ربما المدير الحالي سي بشي جمال اخطاء اللي دار هو في بدايه الموسم كثر من الخرجات الاعلاميه ديالو. انا كنتحداكم حتى شي واحد ضعيف ما يبان في الراجه ما يلعب في الراجه وبلا ما نجهدوا، لان مبيندا ملي لعبت الراجه كونتر ساكن بين الكابون راه الصحف ديال الكابون كامله هضرات على انه واش بصح مبيندا كيلعب في الراجه، لان الناس باقا عقل على الراجه كيلعبوا في اللاعبين علينا. كان تم انت الكلام ديال الاخوه لنا حتى جبران غادي مزيان وكاين منتداب ديال فريق اتحاد طنجه، ولكن كندوي على الاختلاف ديال هو اللاعب موكوكو اللاعب الكونغولي، وانا متفق معكم 100% بان موكوكو وسقطت مني سهوا واعتذر. كنشكرك كثير اخي العزيز، ليله سعيده. شكرا سي محمد امين وكنتمنى لك التوفيق في البرنامج الرائع. شكرا سعيد تبارك الله عليك، كنحييكم كثير، تابعتونا وسهرتوا معنا، كنشد لكم الشكر ديالي وليله سعيده، وكنشكر كذلك الاداره اللي تحتني انني نجي ونكون معكم في هذه الوقيته غدا ان شاء الله. حلقه خاصه مع سي اسامه عبد الله فيها عصاره ديال المواضيع الساعه اللي غنناقشوها معكم ونحاولوا يكون النقاش مفتوح معكم كذلك من خلال برنامجكم تاكتيك على اوريزون تي في. كنشكر كذلك في النهايه سي خالد فرحاني كان معنا ورا الكاميرا بالمجهودات ديالو. لا تنسوا اللايك والاعجاب والبارتاج وتابعوا معنا اخر مستجدات الرياضيه والثقافيه والمجتمع والسياسيه على صفحه اوريزون تي في وعلى الموقع الرسمي كذلك اوريزون تي في. الى اللقاء. MTGS معا بروح رياضيه.